وهل بإمكان إمكاننا نحن أن نتحدث عن سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ والإمام الصادق يقول: من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. من يقول في حقها رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. والمعصومون سلام الله عليهم أجمعين يقولون: هي الإنسية الحوراء. حوراء إنسية أو حوراء، إلى هذه اللحظة بين العظماء شك وحيرة، هل كانت من الإنس أو من الحور؟ من أنا في هذه الليلة وفي هذا المجلس أن أعرف فاطمة الزهراء؟ فاقد الشيء لا يعطيه، أنا فاقد الشيء، أنا بعد لم أعرفها، ماذا أقول لكم؟ كيف أعرف؟ ما عرفها إلا أبوها خاتم الأنبياء، ما عرفها إلا زوجها أمير المؤمنين وأولادها الطاهرون. ماذا أقول عن الزهراء؟